بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي شأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطالب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا هيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي